نعم، الله عز وجل لا يترك أولياءه أبدا، وأنا بنفسي رأيت أكثر من كرامة في هذا الموطن، وحدثني الخلص والثقات بوقوع كرامات، وكيف لا يكون كذلك وهي بنت الحسين، أي المظلومة الغريبة البعيدة عن أهلها وأحبتها. شوف أنت، الله يخليك لأبنائك ويدفع عنك الأعداء وأيدي التكفيريين اللي يسعون جاهدين للنيل منا، ليش ما أدري. شوف البارحة هاي الجريمة الكبرى في بيروت اللي وقعت، شو السبب؟ ذول أتباع داعش، هذا اللي يفعل هذا الفعل هاي جيناته واحدة، أتباع قتلة الحسين، داعش أتباع قتلة الحسين، هاي جينات. الله يدفع عنك وعن المؤمنين. أنت اللي عندك بنت 3 سنوات وأربع سنوات، كيف علاقتك معها؟ كيف حنانك إلها؟ حنانك نحوها غير حنانك على ابنك، غير حنانك وعطفك على أبوك، غير حنانك وعطفك على أخوك. ليش؟ لأنه لها صفة خاصة. هاي البنت الغريبة التي سقطت بهاي البقعة وجرى ما جرى عليها من الآلام والرزايا، بس نحن بالتفصيل ما ندري ماذا حصل، ولكن بالعموميات ما جرى وما حصل لها يجرح القلب والفؤاد، لا يقل هذا فرض الحال عما حصل لمولاتنا رقية، لا يقل عما حصل لأي بنت من بنات الحسين وبنات أهل البيت. ليش؟ لأنها ماتت وحيد غريم، جددت الحزن على أهل بيت النبوة. الله يساعد قلب زينب، الله يساعد قلب الحوراء زينب، ويساعد قلب إمامنا زين العابدين. لما ورياها الثرى، لما نظرا إليها في تلك الحالة، شنو تقول زينب؟ خلي نشوف إبراهيم شعيب، بارحة أرسل لي هاي الأبوذية الشاعر، قل لها انسبينا، والله انسبينا، لا أبو يمنة وخو، لا ما عندنا لا أب ولا أخ، انسبينا لا أبو يمنة يمنة وخلايا وخولا. عجيب عجيب الشمر يضعون وخولا وخولا، بعلبك أنا بعلبك تجدد حزني، وخولا وخولا ما قبل ما تودع رقية. إلك هاي الونة، إن شاء الله ما تون على غالي. إيه وخولة ماتت قبل ما تودع رقية، حالة خولة لما وقعت عن ناقتها تذكرني بحالة سكينة سلام الله عليها أثناء مسيرها. يقول صاحب معالي الصبطين، بينما كانت سكينة في هاي المسيرة على ناقتها تذكرت أيام عزها ودلالها، تذكرت أيام فخرها،
كانت في صرادق العزة والكرامة، الآن على ناقة هزيلة ويلا وويلا. فصارت تبكي وتنشج نشيجا عاليا. هذا اللي سوق الظعن إجا يم مولاتنا سكينة، قال أسكتي يا خارجية. فازداد بكاؤها ونحيبها، فتقدم إليها قال أسكتي يا خارجية يا ابنة الخارج. فنادت وأبتاه وحسينا، قتلوك ظمآنا، ذبحوك عطشانا، والآن يقال لك خارجي. لما سمعها هذا اللعين تنادي وأبتاه وحسيناه، جاء إليها بالصوت وصار يجلدها. هوت عن ناقتها، لما وقعت عن الناقة الظعن كمل مشى إلى أن ابتعد عنها في ذاك الليل البهيم. الرأس مرفوع على رأس رمح، يقول حامل الرأس ارتفع الرمح من بين يديه وثبت في الأرض إلى منتصفه، دخل. كلما حاولوا أن يرفعوه لم يتمكنوا، راحوا لوين؟ لعند عمر بن سعد. قالوا له يا ابن سعد أيها الأمير، ترى الرأس اللي عليه رأس الرمح اللي عليه رأس الحسين انشال من إيد حاملة وثبت في الأرض. قال اذهبوا إلى علي بن الحسين واسألوه. عجيب هذا الخبيث عمر بن سعد، يعلم بأن الحسين وابن الحسين وأهل البيت أصحاب الكرامات. اجوا إلى الإمام زين العابدين، قالوا له الرأس والرمح دخلا في الأرض وكل ما حاولوا يشيلوهم ما تمكنوا. قال اذهبوا إلى عمة زينب، خل تفتش وتستفقد الأطفال، تتفقدهم الطفلات. زينب لما سمعت الإمام زين العابدين هكذا يقول وقفت وبدأت تنادي كل امرأة باسمها تجي يمها، كل طفل باسمه يجي يم، إلى أن نادت سكينة ما جاوبتها، سكينة ما جاوبتها. عادت زينب تتعثر بأذيالها في ذاك الليل البهيم، إلى أن وصلت إلى سكينة رأتها مرمية على وجهها، فمدت يدها إليها واستنقذتها من بين التراب والصخور والحصى. ويلي ويلي أنا بقيت، أنا بقيت محيرة وش جف بليدي. لا عباس، لا عباس يحميني ولا حسين، والله يضربوني من أبكي وتدمع العين، وتبقى عبرتي بصدري تكسر. سكينة لما وصلت مثل هاي الأيام، لما وصلت إلى باب دمشق، إلى باب الساعات للآن اسمه باب تومة، وبعد الآثار موجودة إلى الآن، لما أدخلوهن إلى الخريبة أغمضت عينيها، رأت في المنام. هاي الرواية بينقلها في الأمالي الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، رأت امرأة بين النساء مقبلة نحوها تحمل بيدها قطعة قماش ملطخة بالدم. اسمع يا مؤمن، اختم لك بهاي الواقعة عزيزي. فسألت من هذه؟ قالوا هذه فاطمة الزهراء. سكينة اجت يمها، وصلت إليها، صاحت يا جدتا، يا جدتا، يا فاطمة، لو ترين ما فعلوا بأبي الحسين،
يا جدتاه قتلوا رجالنا، يا جدتاه عز عليك تسمع هاي الكلمة، يا جدتاه هتكوا حريمنا. التفتت إليها فاطمة قالت لها: بني سكينة أسكتي، قرحتي قلبي، شوفي ايش حاملة بإيدي. قالت: وما هو هذا يا جدتاه؟ قالت لها: هذا قميص ولدي الحسين، قميص أبيك الحسين، سأرد به على ربي وعلى جدي وأشكو إلى أبي ما فعلوا بولدي. نعم نعم، يقول الإمام الباقر: ترد فاطمة يوم القيامة، يأتي النداء: غضوا أبصاركم، إن فاطمة بنت محمد تريد أن تعبر الصراط. فتمشي فاطمة، يجر ناقتها جبرائيل، يحفها الملائكة يمينا ويسارا، تنشق الخلائق صماطين، تقف فاطمة، يأتيها النداء: يا فاطمة لماذا لم تدخلي؟ تقول: إلهي إلهي خذ حقي من الذين ظلموا ولدي الحسين. هيئ نفسك لهاي الرزية، هيئ نفسك لهاي المصيبة، اسمعوا بعدين ابكي عزيزي. فيأتي أبو عبد الله الحسين بأي حالة؟ جثة بلا راس. ايه ايه اسمع يا زهراء، جثة بلا راس. شو تسوي فاطمة؟ تشحق فاطمة. شلون يعني؟ تصيح: آه والله من الذي مقطوع راسه يا أضوى العين، لما نظرت انفطر قلبي وصار نصين. هذا الذي ذبحوا على صدر فطيمة وذبحوا ولاده واخوته وسلبه وحريمة تناديه: يا ابني يا ابني من قطع راسك يا ابني والكفوف. من كسر ضلوعك يا عقلي برضو الطفوف، من قطع وصايلك يا عيني والكفوف مذموح يا مهجتي مذبوح، يا مهجتي لا مطلب ولا دين. لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ. ويل لمن خصماؤه شفعاؤه والصور في يوم القيامة ينفخ. أي ملا علي؟